تستمر قوات الاحتلال في وضع العراقيل المختلفة أمام المساعدات الإنسانية التي تدخل لقطاع غزة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المجهودات المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدة من العريش وأمام بوابة رفح المصرية، في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد مع مراسل التلفزيون المصري من هناك كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية، ننقل لكم حجم المساعدات الإنسانية والمجهودات المصرية المختلفة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث أن اليوم زادت أعداد الشاحنات التي دخلت من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم. رصدنا خلال الأيام الماضية، نتحدث عن 3 أيام، انقطاع بالتمام والكمال بدون دخول أي مساعدات، ثم تلاها يوم ب70 شاحنة، ثم بعد ذلك 30 شاحنة، أرقام قليلة جدا. اليوم دخل 105 شاحنات دخلوا بالفعل من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم. أفرغت بعض هذه الشاحنات حمولاتها في الناحية الأخرى، ومنها أيضا شاحنات للوقود مثل شاحنتين للغاز أفرغوا بالفعل حمولاتهم في الناحية الأخرى وعادوا أدراجهم مرة أخرى. ولكن أيضا رصدنا عودة بعض الشاحنات كما هي بدون أن تفرغ حمولاتها، وهذا ضمن نهج قوات الاحتلال لعرقلة دخول المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها، إما بمنعها من الدخول على الإطلاق أو في بعض الأحيان تأخير دخولها وحسب حسب الحجة المختلفة التي تستخدمها قوات الاحتلال لممارسة الضغوطات المختلفة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل التجويع، سياسة التجويع أو سياسة التهجير بشكل عام. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا المساعدات أو المجهودات المصرية لا تقتصر على المساعدات الإنسانية التي تدخل من أمام بوابة فقط، ولكن أيضا المساعدات التي تلقى جوا في شمال قطاع غزة، أطنان من المساعدات تنزل جويا أيضا تقوم بها مصر ضمن المجهودات المختلفة. اليوم هو يوم مختلف فيما يتعلق بالتغيرات على أرض الواقع، وصول وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى الشرق الأوسط للتحدث حول آليات لوقف إطلاق النار أو زيادة تدفق المساعدات. وزير الدفاع الأمريكي كان من أسبوع تحدث أيضا عن أهمية تدفق وزيادة المساعدات. الأمم المتحدة كانت تحدثت عن احتمالية تواصل الاتفاق مع قوات الاحتلال لدخول عدد من المصابين ليتلقوا العلاج أو خروجهم من قطاع غزة ليتلقوا العلاج في أوروبا، عدد كبير من الأخبار، ولكن قوات الاحتلال حتى الآن لا تنفذ أي من هذه الوعود أو أي من هذه الأحاديث على أرض الواقع. بالطبع الصورة هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية دائما مفتوحة، بوابة معبر رفح المصرية لم تغلق أبوابها ودائما مستعدة لدخول كل أنواع المساعدات من هنا إلى الناحية الأخرى، أو حتى إذا فتحت المعابر أو فسحت الناحية الأخرى قوات الاحتلال الفرصة لخروج المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.